أشاد الأمين العام لحكومة غرب كردفان الأستاذ صبري يوسف جبارة بالعمل الإنساني الكبير الذي ظلت ولا تزال تقوم به مبادرة سمرة بلادي في تقديم الدعم الإنساني للوافدين من بابانوسا إلى الفولة بسبب الحرب. وجاء ذلك اليوم الثلاثاء 26 من مارس لدى تسهيمه بمركز إيواء الوافدين بمدرسة رفيدة النموذجية للبنات بالفولة وجبة إفطار للأطفال. احنا نشكركم على هذه المبادرة العظيمة والفريدة. احنا كنا بنهتم بالناس الصاعمين ونسينا الاطفال، لكن اخواتنا الفضليات ادركا هذه الشريحة المهمة ونعمل ان تتواصل الجهود في كل المراكز أن يتم حصر الدقيق للأطفال حتى نستطيع جميعا تقديم الخدمات لكل أطفالنا في مراكز النزوح. نحن في حكومة الولاية نؤكد إن شاء الله دعمنا القوي بإذن الله والمستمر لكل المبادرات حتى تستطيع أن تقدم جهدها المتواصل بإذن الله. نقول أهلنا في بابانوسا واللاجئين مرحبا في الفولة وفي رئاسة الولاية، أنتم أهلنا وضيوفنا كرماء زيكم وزي المواطنين السودانيين الموجودين في كل المراكز. نحن لا نفرق، نحن في حكومة الولاية مسؤولين مسؤولية مباشرة لكل النازحين واللاجئين المعانا على مستوى الولاية. نحن مسؤولين من أمنكم، مسؤولين من الصحة، ومسؤولين نقدم القذاء والكساء حتى تأتي إلينا المنظمات. الجهد الماشي هو جهد حكومي خالص، لكن بالمناشدات وغريبا جدا يصل المعينات الخاصة بالنازحين واللاجئين. لكن الآن نحن مسؤولين منكم مسؤولية مباشرة في كل النواحي، نحن ما بنميز، نحن بنقدم حتى الصائمين. وكان ذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية الفولة الأستاذ إبراهيم بخير طه الذي أكد وقوفه مع النازحين ودعمه للمبادرة في تقديم مثل هذا العمل البارع. احنا كمحلية مضيفة محلية الفولة نتقدم بوافر الشكر لأخواتنا القائمات بمبادرة سمراء بلادي، ونسأل الله أن يتقبل منكم هذا العمل الطيب. احنا رسالتنا لاخواننا الجنوبيين، اخواننا الجنوبيين تلاس اخواننا، تلاس اخواننا، احنا مكان السودان ده واحد، دولة واحدة، واتفصل دي ارادة ربنا سبحانه وتعالى. الان احنا الشماليين من مختلف القبائل، ده من حصلت الحرب بتاع الخرطوم وغيرها، هسه الان في جنوب السودان اكثر من 7 مليون سوداني كلهم قاعدين هنا. اذا انتوا ناسنا اخواننا، ما في اي حاجة، انتوا اخواننا، اي حاجة عندكم مشكلة احنا نتصدلان، احنا وانا احنا نطمنكم، انتوا البلد دي بلدكم. وتحيه خاصه لاهلنا في بابلوس، دي مصيبه وقعت فيكم، نسال الله ان يتقبل هذا يعني البلاد، احنا نسال الله انه تتقبلوه، لانه ده بلاء ربنا انزله، وربنا قال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كما اكد الاستاذ محمد خليل الدومه مدير عام وزاره الثقافه والاعلام عن حداثة المبادرة ولكنها قامت بمجهود جبار. التحية موصولة للأخوات الفضليات في مبادرة سمراء بلادي، المبادرة التي ولدت بأسنانها واللي بقى لها نشاط واضح وبقت مظلة، وهذه المظلة يعني بتعوي الجميع، وهذه المبادرة الطيبة الجميلة في الإطعام لمراكز الإيواء في محلية الفولة، ونحن قد شهدنا الإفطار جماعي في مدرسة ذات النطاقين، وكان بصورة جميلة جدا ومشرفة، وكان حضور
حضور كبير جدا، وانا والله اندهشت جدا لهذا الافطار بجهودهم الشخصيه وبدعوماتهم الشخصيه. الان جونا بنموذج جديد لانه الانسانيه لا تتجزع، كان بيستهدفوا الكبار في الافطارات، الان جونا بانه هم عاوزين عملوا نموذج لافطار اطفال. وانا بقول انه يعني في هذا الشهر المبارك اي خطوه الانسان بيخطوها بيجد فيها خير كثير، وده دور بتاع شباب ودور كبير، لانه من حفر بعرا فله من الاجر مثل شعور من شرب منها، ولقمه في بطن جايه خير من ذاك، وعلم تلسه في صدور الرجال خير من ذاك وذاك. الان اللقمه في بطن جايه ميزان كبير جدا، ويعني صدقه كبيره، وانا اقول للمبادره سمراء بلادي يعني لكم كل التحيه ولكم كل التقدير، ونحن والله بنسمن اعطاكم وجهدكم المقدر، ومعكم ان شاء الله سبحانه وتعالى لتوصيل محامكم وهكذا الادوار، لانه المنظمات والمبادرات يعني هي بتسبق الدوله بمبادراتها وبتسبق الدوله بعمالها. واكد الاستاذ صابر عبد الكريم هاشم عن ان المبادره نفذت برنامج فريد من نوعه مختلف عن كل ما يقدم في مراكز الايواء، بانها قامت بتقديم وجبه افطار للاطفال، وان المبادره في هذا الجانب سبقت كل المبادرات والمنظمات. هكذا هن سمروات السودان يقدمنا هذا العمل الجميل والجليل في هذا الشهر الطيب المبارك في برنامج نوعي. في شهر رمضان كلنا في الأسر السودانية قد لا نلتفت للأطفال، ولكن مبادرة سمراء بلادي قدمت هذا النشاط النوعي كالتفاتة لأطفالنا الأعزاء في شهر رمضان حتى نواسيهم ونقدم لهم اللقمة، ونحن نتقاسم هذه الظروف الصعبة من خلال الحرب اللعينة التي اجتاحت السودان، وحقا هي محلية السلام. الإطعام من الجوع هو بوابة للأمن الاجتماعي وبوابة للأمن الاقتصادي، فهنيئا لمبادرة سمروات بلادي التي ولدت بأسنانها لتقدم هذه البرامج والمناشط المتعددة من خلال مراكز الإيواء. تحية خاصة للاجئي دولة جنوب السودان، وهم الشق الآخر للدولة السودانية. نحن الآن في دولتين ولكننا شعب واحد بذات الوجدان بذات السمات الشخصية السودانية. نتمنى لكم إقامة طيبة في وسط أهلكم في ولاية غرب كردفان لتنعموا بالأمن والسلام. نعزز مثل هذه المناشط لتكون رافدا قويا لسلام اجتماعي يجمع بين مكونات السودان في الدولتين الجارتين اللتين يتقاسمان الأمن والسلام من خلال مشتركات عديدة تجمعنا في مجتمعاتنا المختلفة. هذا البرنامج هو واحد من الشامات صراحة في مسيرة العمل الاجتماعي لمجتمعات ومكونات مدينة الفولة، وهي حاضرة لولاية غرب كردفان في زمان عزت فيه هذه المناشط وتوقفت العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات. فلذلك نهدي لكل أهل السودان هذا المنشط الاجتماعي القوي المعبر، لأن كان هذا الاحتفال بسيط في ملمحه وفي إخراجه، ولكنه يحمل من المضامين ما نبشر به أننا في السودان أهل هجعة وأهل تنادي وأهل نفير وأهل ضرى وأهل تماسك. فبهذا نقدم رسالة الأمن في أوسع أبوابه للمجتمعات التي جاءتنا من جنوب السودان والتي عاشت بيننا. نحن نواسي أيضا أهلنا في مدينة بابنوسة، وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في هذه الظروف الصعبة، ولكن الإيد الحانية والعطوفة لسمراء بلاده التي تقدم
هذا الجهد وتطمن النازحين وتطمن اللاجئين بأننا إن شاء الله سوف نكون معهم في كل برامجنا. تحية لكم. وأفصحت الأستاذة إلهام سيرير نور الدين رئيسة مبادرة سمراء بلادي عن سعادتها لتسجيل البرنامج من مدرسة رفيدة. نحن اليوم في أول يوم من أيامنا بندشن الإفطارات بالنسبة لبرنامجنا للأطفال. أول يوم لتدشين الإفطارات للأطفال يستمر لمدة 5 أيام متتالية ابتداء اليوم بمدرسة أو مركز رفيدة بأخواننا النازحين من جنوب السودان والجايننا برضو الوافدين من مدينة بابا نوسى. فإن شاء الله نحن نعمل جاهدين لتغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء بالنسبة لإفطارات الأطفال. ويستمر هذا البرنامج حتى الأحد المقبل الأول من أبريل بالطواف على كل مراكز الإيواء.